عليكم. اليوم راح ناخذ طريق سريع جديد اللي راح قيد الانشاء بين تسالا وزيرالدا على مسافة تقريبا 20 كيلومتر. وهذا الطريق الجديد هذا يعني من نوع اكسبريس واي، يعني طريق سريع. بعض الاجزاء تمت الانتهاء منها، والبعض الاخر مازال الاشغال متوقفة يعني. والان رانا هنا في بلدية زيرالدا، وراح ندور باش نقطع طريق السيار نتاع بن عكنون بسماعيل، وهنا نمر نحو دواودة مارين، دواودة المدينة، اتجاه الطريق السريع هذا اللي يؤدي الى تسالا المرجع. يعني في الاعوام العامين اثنين والعامين هذا ولا ثلاث سنوات الاخيره، كثير من المشاريع عطلت بسبب اولا الحراك، يعني احنا مع الحراك على كل حال، والنتائج تاع الحراك جيده جدا يعني بدون ما فيش اشكال. لكن يعني هذاك العام هذاك تاع الحراك، ثم العام الثاني جاء الوباء، جاء الوباء، ثم زاد بعد الوباء زاد جاء المرض تاع الرئيس، وهذه كلها ما تخدمش المشاريع في الجزائر. وهنا رانا في مازالنا هنا في ما كاين محول راه مازال حابس. إذن الطريق هذا هو كان جزء منه مكتمل يعني جيد، ومحول فيه محول كبير يعني مليح النوعية على الأشغال. وكذلك أنا نزيد نعطيكم معلومة أن الطريق هذا مخدوم من طرف شركة كوسيدار، كوسيدار ترافو بيبليك، يعني فرع كوسيدار للأشغال العمومية، هي اللي راهي قايمة بالأشغال. لكن يعني ما نشوف كلش كان بزاف لي ديفياسيون. وكذلك مشكل آخر في الطريق هذا هو مشكل التعويض نتاع السكان على اللي فتح الرواق بصفة نهائية. وكذلك يطرح هذا الطريق عندما يصبح سريع يطرح المشكلة نتاع الأمن نتاع الناس اللي تقطع الطريق، يعني الناس اللي تسكن على الحواف نتاع الطريق هذا لازم لها تكون عندها ممرات يعني سيكوريزي. وهذا مشكل لازم الدولة الطرق كيما هذه لازم تقسمها، ما تخليهاش طريق سريع بدون دير دي رون بوان في كل نقولو 200 300 متر 500 متر، دير دي رون بوان عريض واسع باش الناس تقدر تقطع في كل امان. ودير كذلك وين كان المجمعات السكنية، دير دي باساج بروتيجي، سكون ابل ان باساج بروتيجي. لو باساج بروتيجي واشنو هو؟ يتكون واش فيه؟ في اولا فضاء شريط في وسط يفصل رواقين تاع الطرق اللي تجي وتجي، وهذاك الرواق هذاك الفاصل هذاك يكون كبير عريض. ثم قبل ما الانسان يقطع يكون فيه ضوء احمر، وتكون فيه الضوء الاحمر هذاك
هو الماشي هو اللي راح يقطع، هو اللي يشعله، يشوف السيارة كي يحب يقطع يعبز على القفلة يشعل ضوء أحمر، هو يمر الجزء الأول ثم يروح للابوند لابوند داري سنترال. سيتين بوند داري سنترال جاية في وسط الطريق ما بين رواقين، يحبس ثم ويزيد يكون فيه لمبة واحدة أخرى حمراء، كي يحب يقطع يعبز على القفلة تشعل لمبة حمراء بأنه راح يقطع، ثم باش يروح يقطع من الجزء الثاني نتاع في الرواق الثاني. وهذا لو باساج بروتيجي معمول به في كل دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة. إذا هادو لي باساج بروتيجي كي يديروا لو رون بوان فلوطو في لوت اكسبريس، كي يديروا لو رون بوان هذا يديروا ان باساج بروتيجي قبل الرون بوان، يعني 30 40 50 متر قبل الرون بوان، وان باساج ان اوتر باساج بروتيجي بعد الرون بوان، بعد ما يجوزوا على الرون بوان. ولي رون بوان هذو لازم يندارو كل يعني 100 ماشي 100 200 الى 500 متر، يقدروا يديروا بوان الى 1 كيلومتر. وكذلك عند الضروره اذا كان فيه مدرسه او اماكن اللي يعني فيه حركه مروريه كبيره تاع الموشات. ونخليكم هنا، هنا رانا وصلنا للجزء المكتمل هنايا، هذا الجزء منتهي منه وكان محول كبير هنا كذلك. هنا رانا في مكان تاع الطريق كيفاش راح يكون في المستقبل. وكذلك النقطة السوداء فيه هذا الطريق ما عندوش لا بون داري ديرجونس، هي الطريق من النوع الثاني، هي الاكسبريس واي من النوع الثاني، هي 2 في 2 رواق، يعني فيها زوج رواقين في كل جهة. لكن لابد ضروري تكون فيه لا بون داري ديرجونس، شريط نتاع التوقف الضروري الاضطراري، هذاك الشريط لازم يكون، لازم حتى ولو كان هذه الطريق فيها زوج الأروقة لازم يكون الطريق نتاع الرواق نتاع التوقف الدادة. هذه هي المقاييس الدولية، هذه هي المقاييس المفروض يكون فيها، لكن للأسف في هذه الطريق الإكسبريس واي هذا ما فيهش لا بون داري ديرجونس. وهنا نشوف يعني الطريق راه مليح يعني، لكن ندوك نعاود نخرج من الجزء المكتمل ونولي لي ديفياسيون، نروح للطريق القادم. المهم نترككم تابعوا الطريق باتجاه تسالى المرجى، ونخليكم تشاهدوا يعني الأجزاء اللي راهي مكتملة واللي غير مكتملة، وتشوفوا أين وصلت الأشغال على طول المسار. والسلام عليكم، وما تروحوش كملوا السير، كملوا الفيديو للنهاية نفضلكم إن شاء الله، وعاونونا باللايكات والمشاركات والتعاليق. السلام عليكم.